بإذن الله هو موضوع مهم غاية الأهمية. هو ماذا يريد تنظيم داعش من مصر الحقيقة؟ أو مصر في عقل داعش؟ يعني مصر ماذا تمثل لهذا التنظيم؟ بداية في مشكلة في البحث في هذه المسألة تحديدا وفي هذه النقطة تحديدا. دائما يعني بنخلط دائما ما بين الإصدارات أو المواقع التي الخاصة بتنظيم داعش. هناك طبعا مواقع خاصة بأفراد، وهناك خاصة بمؤسسات تابعة للتنظيم نفسه، هناك مؤسسات إعلامية ودعائية تابعة للتنظيم خاصة بولايات محددة مثل المجموعة الموجودة في ليبيا. ولذلك هذا الخلط ما بين ما يصدر عن الأفراد وما يصدر عن المؤسسة الرسمية لتنظيم داعش عملنا خلط كبير جدا لدى كل الباحثين اللي هم بيتكلموا عن تنظيم داعش. النقطة الأولى. النقطة الثانية أن حوالي وأنا بعمل دراسة عن معالم فكرية لتنظيم داعش وجدت حوالي أكثر من 60 إصدار لتنظيم داعش، أو أكثر من بحث من 60 بحث لتنظيم داعش فكرية. يعني مثلا زي مد الأيادي في وجوب بيعة البغدادي وغيرها من الأبحاث، لكن لم نجد كتابات استراتيجية أو تتحدث تكتيكيا أو عسكريا عن ماذا يريد هذا التنظيم. وجدت بس ثلاثة أشياء، يعني أولا ما صدر عن ما يسمى بجماعة بيت المقدس، ومنها ما صدر من توفيق فريق زيادة اللي هو كان زعيم التنظيم تحديدا في حديثه عن الصراع الفكري وكيف تطور هذا الصراع الفكري في مصر إلى صناعة خلايا وصناعة جماعة تستطيع عمل إمارة داخل مصر. ده مهم جدا. وما صدر عن تحقيقات جماعة بيت المقدس تحديدا في مصر، وأنا اطلعت على حوالي 5000 ورقة من هذه التحقيقات واعترافات القضية الأولى لتنظيم بيت المقدس واعترافات أفراد وقيادات من داخل هذا التنظيم. بالنقطة الثانية وثلاثة إصدارات موجودين على الشبكة العنكبوتية. سر الأحجية المصرية لأبو الودود الهرماسي، وده واحد من القيادات المصريين الموجودين في الموصل، وهو بيتحدث عن مصر تحديدا وهم عاوزين من مصر، ورسائل من أرض الملاحم، وده الواحد اسمه أبو مسلم المصري، وهو كان قاضي شرعي ومسك القضاء الشرعي لتنظيم داعش وتم قتله. يعني التنظيم تخلص منه بعد ذلك، هو من القاهرة من هنا وقتلوه بعد ذلك. والرسالة الثالثة هي رسالة أبو مصعب المصري الذي فجر نفسه بالقرب من مطار الطبقة العسكرية في سوريا، ووجه رسالة بالفيديو ساعتها وجهها للرئيس المصري السيسي، وجهها للدولة المصرية. يمكن دي أهم ثلاثة إصدارات تتحدث عن ماذا يريد هذا التنظيم تحديدا من الدولة المصرية. بداية قبل ما أتكلم عن التنظيم، يعني في نقاط ورسائل سريعة زي اللي عملها الدكتور ناجح، عاوزين من مصر وهو سياسته ايه في مصر. هو في نقطة مهمة لازم نحطها في اعتبارنا، أن الظواهر تحدث عما يسمى بالفرصة غير مسبوقة. يعني قال إن في فرصة غير مسبوقة اللي هي في ثورات الربيع، ما يسمى بثورات الربيع العربي. قال إنها هذه الثورات بتهدم دول مركزية، وأنها تشعل الصراع الطائفي السني الشيعي في المنطقة، وأنها ستمكننا من التجنيد، من التواصل والتجنيد وضم عناصر جديدة. الفرصة غير مسبوقة دي استفاد بها التنظيم، النعم تنظيم القاعدة وتنظيم داعش. وأنا شايف العلم أن التنظيم، يعني هقول لكم ليه، تنظيم القاعدة أخطر من تنظيم داعش. يعني أنا شايف أن تنظيم القاعدة مستقبلا سيكون له خطورة شديدة جدا حتى في مصر عن تنظيم داعش. استفاد هذا التنظيم ومن تنظيم داعش من هذه الفرصة غير مسبوقة، اللي هي فرصة سقوط أنظمة مركزية عملت له فوضى في بعض الدول هو لا يوجد إلا في بيئة فاشلة. يعني هذه التنظيمات لا توجد إلا في بيئة فاشلة. هذه الفرصة جعلت هذا التنظيم يفكر في صناعة إمارات في الدول العربية. هو فاختلف مع تنظيم القاعدة، عنده نقطتين مهمين جدا. يعني اللي سمع امبارح من 15 ساعة بس،